بالله الرحمن الرحيم أيها الحل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا الثالث عشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط الثالث عشر وهو الشوط الخاص باللقاية البكار في الأشواط المفتوحة وفي مسافة 5 كيلومترات. جائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول وجوائز نقدية حتى المركز العاشر. انطلاقة سليمة ورائعة كما يتمناها الجميع. نسير بالصدارة، ننطلق مع بداية هذا الشوط، نتابع قناعة من قادة المجموعة التابعة لهزن الشحانية وبقيادة المبدع حمد بن علي بن حلفان المري. الدور دور المركز الثاني، وأرى التحديات أيضا من الجانب الآخر، أرى التسلل في هذه اللحظات. يا سلام، نتابع السعودية من بدأت تتسلل في هذه اللحظات التابعة لهزن الشحانية وبقيادة سالم بن فاران المري. بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث، بأرى التسلل والقدوم أيضا بشعار هجن الشحانية وقيادة سلطان بن محمد الوهيبي، ولكن أرى التسلل القدوم في هذه اللحظات. نتابع التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام من اليروة التابعة لهجن زعبيل وبقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. ومن الجانب الآخر، التحديات من الوحش التابعة لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية. متابعا لهذا الانطلاق من بدأت تتسلل بدورها وتنطلق مع المركز الرابع. خامس التحديات، أرهني سعدية تنطلق مع المركز الخامس التابعة لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري في عملية تنظيرها وتدريبها. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى المنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط. ولكن لنا عودة مع الصدارة، مع البداية، مع المقدمة. نتابع التحديات المثيرة، الانطلاقات الرائعة، وأرهني قناعة من تقود هذه الجموع، من تنطلق بناموس هذا الشوط التابعة لهزن الشحانية حمد بن علي بن حلفان. من يتابع انطلاقة قناعة وهي تقود هذه التحديات المثيرة؟ ننطلق مع المركز الثاني كي أرى التسلل من روعة التابعة لهزن الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي. من أعلن هذا الانطلاق المثير والوحش؟ تتسلل مع المركز الثالث الوحش التابعة لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية. من أعلن هذا الانطلاق مع المركز الثالث الكوكبة الثلاثية بهذا الشعار العنابي؟ ننطلق مع المركز الرابع، وأرى التسلل، من اليروة التابعة لهجن زعبيل وبقيادة راشد بن محمد بن مروشد. من يتابع انطلاقة اليروة مع المركز الرابع؟ خامس التحديات، أرى القدوم في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. من أعلن هذا الانطلاق؟ من أعلن هذا التحدي؟ من أعلن هذه الإثارة في هذا السن وفي هذا اليوم وفي هذا المهرجان وعلى أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي؟ نعود مع الصدارة، نتابع الكادر، العلوي أيضا والتحديات المثيرة. يا سلام، 2 كيلومترات ما تبقى عن خط النهاية والتحديات مثيرة، الانطلاقات رائعة، والتغيير اللي طرى وجرى على المقدمة. ننطلق مع الوحش اللي انطلقت بالصدارة، انطلقت بالمقدمة بهذا الشعار، شعار هجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. روعة مع المركز الثاني، ولكن التسلل، في هذه اللحظات من اليروة، من بدأت تتسلل، من بدأت تنطلق مع المركز الثاني بشعار هجن زعبيل وبقيادة راشد بن محمد بن مروشد. ولكن من الجانب الآخر، التحديات، الإثارة، القدوم. يا
السلام نتابع بروق نتابع بروق من بدأت تتسلل من بدأت تنطلق السلام انطلقت بناموس هذا الشوط وبرقت بروق على الصدارة على المقدمة بشعار هجن الشحانية يقدمها سلطان بن محمد لوهيبي العملاق من يتابع من يتابع انطلاقة بروق المركز الثاني أراني الوحش التابع لهجن الشحانية المشاغب محمد الخالد العطية في عملية التضمير والمتابعة ومع المركز الثالث التسلل من هدف لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومتابعة المحنك سعيد بن راشد بن غدير ننطلق مع المركز الرابع رهني مستحيلة تنطلق مع المركز الرابع التابع لهجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير والقدوم مع المركز الخامس التسلل 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 نتابع سليطة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري من أعلن هذا الانطلاق المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير الصدارة الصدارة المقدمة بروق من قادت المجموعة من اندفعت بناموس هذا الشوط مع هذه الكوكبة الثلاثية بروق على الصدارة بروق على المقدمة ولكن التحديات نتابع الوحش مع المركز الثاني ومع المركز الثالث أرهني هدف 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 مع المركز الثالث ولكن بروق بروق على الصدارة سلام هذا الشعار الشحاني من ينطلق على مقدمة هذا الشوط هذا الشعار العنابي من انطلق بالصدارة تهانينا تهانينا الهجن الشحانية وسلام يا هجن الشحانية سلام يا هذا الشعار العنابي من ينطلق بالمقدمة تهانينا للعملاق سلطان بن محمد الوهيبي على فوز بروق بالمركز الأول لحظات وصوله إلى خط النهاية المركز الثاني الوحش من هجن الشحانية المركز الثالث هدف لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المركز الرابع اتصل في سليطة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المركز الخامس مستحيل التابع لهجن العاصفة تصل مع المركز الخامس هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى في شوطنا الثالث عشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم نعود مع التوقيت الزمني 7 دقائق هذه لحظات الوصول 58 ثانية و65 جزءا من الثانية تهانينا أو 38 ثانية و65 جزء من الثانية تهانينا لهجن الشحانية والتهاني موصول لسلطان بن محمد الوهيبي الوحش تصل مع المركز الثاني 7 دقائق 39 ثانية و76 جزءا من الثانية تهانينا لهجن الشحانية والتهاني موصولة لمحمد بن خالد العطية 7 دقائق 41 ثانية و26 جزءا من الثانية هو توقيت أيضا هدف بشعر سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم التهاني موصولة لسعيد بن راشد بن غدير.